بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الكريمة جاءت في سلسلة فرض تكاليف على هذه الأمة، فقد فرض من قبل في آية سابقة القصاص على هذه الأمة، وتلكم الآية هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتل. وتلي ذلك الفرض بفرض الوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف. وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد صدرت الآية التي فيها فرض القصاص بخطاب المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والآية التي فيها فرض الوصية لم تصدر بذلك، لأن حكم الوصية يجتمع مع حكم القصاص، بما أن الوصية المفروضة إنما هي عند الموت، والقصاص سبب من أسباب الموت، بينما هذه الآية صدرت بهذا الخطاب نفسه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل التنويه باستقلال هذا الفرض عن الفرضين السابقين. ولا داعي إلى البحث عن المناسبة، فإن هذه الآيات جاءت لأجل بيان الفروض اللازمة على هذه الأمة، فالأمر لا يستوجب بحث مناسبة ما بين فرضية الصوم وفرضية الوصية وفرضية القصاص. وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. والصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، فهو على فعال، وصام فعل أجوف عينه واو، وإنما أبدلت ياء في الصيام لأن الواو علوة الكسرة، فعوض عن الواو بالياء لأجل تناسبها مع الكسرة، بخلاف الصوم أبقيت الواو كما هي لعدم الداعي إلى إبدالها ياء، إذ لم تكن تالية لكسرة. والصيام لغة هو الإمساك، وقد شاع ذلك في الشعر العربي، بل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل
يحكي عن عيسى المسيح عليه السلام أنها قال لأمه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وذلك في كلام العرب شهير، فيقال صامت الخيل إذا أمسكت عن الجر أو أمسكت عن الأكل. ومن ذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف اللجما، أي خيل ممسكة وأخرى وخيل غير ممسكة. ويقول الشاعر أيضا: شر الدلاء الولغة الملازمة، والبكرات شرهن الصائمة، أي شر البكرات التي تثبت مكانها ولا تجري. ويقولون مصام بمعنى الإمساك أو بمعنى المكان الذي يقع فيه الإمساك، فهو إما مصدر ميمي وإما ورق ميمي. ومن ذلك قول امرئ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان على صم جندلي. علقت في مصامها، أي في المكان التي أمسكت فيه عن الجر، لأن الساهر يتخيل النجوم لا تجري من استطواله للليل، فهو يستطيل الليل. ويقول امرؤ القيس أيضا: فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا. مراده بصوم النهار هو اعتدال النهار، فإن اعتدال النهار الوقت الذي يعتدل فيه النهار، أي الوقت الذي يكون قبيل الزوال وبعد الضحى، ذلك الوقت يتخيل للإنسان بطء الشمس عن الجريان فيه. ولذلك العرب تقول: صام النهار إذا اعتدل، أو يقولون صامت الشمس، لأنهم يتخيلون أن الشمس تمسك عن الجريان في ذلك الوقت. ويقول آخر: حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل. المقصود بصوم النهار أيضا هو الإمساك عن الجريان. وعليه فإن الصوم في لغة العرب يطلق على مطلق الإمساك. وذهب البيضاوي وأبو السعود إلى أن الصوم لغة هو الإمساك عما تنازع إليه النفس، فهو إمساك مخصوص. والجمهور يقولون خلاف ذلك. وذهب الإمام ابن عاشور إلى أن الصوم في لغة العرب لا يطلق إلا على الإمساك عن الأكل والشرب حقيقة، وإطلاقه على مطلق الإمساك هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. ونسب كلامه هذا إلى اللغويين، وقال ما معناه: إن الفقهاء الذين يقولون بأن
الصوم لغة هو الإمساك، مخطئون لأن كلام علماء اللغة ينافي ما يقولون كما في الأساس وغيره. ونحن إذا عدنا إلى ما قاله اللغويون وجدنا خلاف ما قال فالأزهري في التهذيب نص على أن الإمساك على أن الصيام لغة بمعنى الإمساك، وكذلك الخليل وأبو عبيدة وغيرهما من علماء العربية. فالصيام إذن في اللغة لا ينحصر في الإمساك عن الأكل والشرب، وإنما حصر من أئمة اللغة الصيام اللغوي في الإمساك عن الأكل والشرب حقيقة الزبيدي في شرحه على القاموس، وحمل الصيام الوارد في الشعر العربي وغيره والوارد في قوله سبحانه وتعالى إني نذرت للرحمن صوما على المجاز، وجعل الأصل في ذلك هو الإمساك عن الشيء المعين وهو الأكل والشرب. والإمام ابن عاشور حمل الصوم في قوله تعالى حكاية عن المسيح عليه السلام في خطابه لأمه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، حمل هذا الصوم على الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات، ولكن بجانب ذلك كان هنالك إمساك عن الكلام لأجل زيادة الفضل. وهذا الذي يفهم من كلام الإمام محمد عبده حيث حمل الصوم في الآية وفي قصة زكريا على الصوم الشرعي، وقال ما معناه إن صوم مريم وزكريا عليهما السلام يتميز بالإمساك عن الطعام بجانب الإمساك عن المفطرات المعهودة، عن الكلام بجانب الإمساك عن المفطرات المعهودة. وقصة زكريا التي جاءت في سورتي آل عمران ومريم لم يشر فيها من قريب ولا بعيد إلى أنه عليه السلام كان مطالبا بالصوم الشرعي، بل لم يأتي ذكر الصوم رأسا في قصته عليه السلام، وإنما غاية ما جاء في تلك القصة أن امتناعه عن الكلام لمدة 3 ليال أو لمدة 3 أيام كان هذا الامتناع آية من الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة له على تحقيق مراده عندما سأل الله عز وجل أن يرزقه مولودا. وقصة مريم عليه السلام لا يمكن أن يحمل فيها الصوم على الصوم الشرعي، لأنها كانت آنذاك في حالة تنافي الصوم الشرعي، كانت في حالة نفاس، والنفاس ينافي الصوم الشرعي. ومن ناحية أخرى فإن الآية نفسها صدرت نقلا عن المسيح عليه السلام بأمرها بالأكل والشرب، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا
الصوم هنا هو الصوم اللغوي وليس الصوم الشرعي. والصوم اللغوي هو مطلق الإمساك على الصحيح، كما يدل على ذلك كلام أئمة اللغة المعتمدين، وكما يدل على ذلك أيضا ما روي عن العرب من الشواهد الشعرية والنثرية التي تدل على ذلك. ولا يمكن أن تحمل هذه الشواهد كلها على المجاز، إذ المجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة التي يتعذر معها قصد الحقيقة. وإطلاقهم الصوم على تلك المعاني دليل على أنهم قصدوا بهذا الإطلاق الحقيقة ولم يقصدوا التجوز في معنى غير معناه الذي وضع له لغة. والصوم الشرعي هو كما قال بعض العلماء إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، على أن يكون الممسك على حالة مخصوصة بشرط التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أو يقال هو الإمساك عن المفطرات كلها من لدن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم الشرعي. والله سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين بفرضية الصوم في الآية الكريمة أنبأهم بأن هذه الفرضية كانت على من قبلهم، فهذه الفرضية غير خاصة بهذه الأمة. وفي ذلك فوائد، منها التأكيد على أهمية الصوم، فإن الفرض الذي يكون مشتركا ما بين الأمم جميعا في تكاليفها إنما يفرض على هذه الأمم جميعا لأجل أهميته ولأجل أيضا بتأثيره. ومن ذلك أيضا بعث الهمم والعزائم على الامتثال، فإن من شأن الإنسان إذا خوطب بتكليف عام يشمله وغيره أن يكون ذلك أدعى له إلى المسارعة على الاستجابة، إلى المسارعة إلى الاستجابة بما طلب منه. وبجانب ذلك أيضا فإن في هذا ما يهون المشقة على الناس المخاطبين بهذا الفرض، لأن المشقة كما قيل إذا عمت طابت، بخلاف ما إذا كانت خاصة. ومن هؤلاء الذين هم من قبلنا؟ منهم من قال هم النصارى، ومنهم من قال هم أهل الكتاب مطلقا، ومنهم من قال هم جميع الشعوب، جميع الأمم منذ آدم عليه السلام، إذ ما من أمة من الأمم إلا وفرض الله سبحانه وتعالى عليها الصوم ولم يخلي من هذا الفرض أمة من الأمم. وقد روي ذلك عن الإمام علي كرم الله وجهه أن فرض الصوم منذ آدم عليه السلام وإلى هذه الأمة لم تخل منه أمة من الأمم. وأهل الكتاب لهم صيام، فهم يصومون أياما مخصوصة، وقد جاء في التوراة ما يدل على فضل الصوم،
وجاء فيها الثناء على الصائمين ووعدهم بالحسنى. وذكر الإمام محمد عبده أنه لم يأتي نص في أسفار التوراة الموجودة الآن على فرضية الصوم، وإنما جاء فيها ما يدل على فضل الصوم فقط. وهذا النص على الفرضية لا تنعدم منه أسفار التوراة كلها. فجاء في بعض أصاحيح سفر يوئيل: قدسوا صوما. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وفيها أيضا: ولكن الرب يقول الآن ارجعوا إلي بالبكاء والصوم والنوح. فهذا أيضا يدل على فرضية الصوم. أما في الإنجيل الموجودة، في نسخ الإنجيل الموجودة الآن، فيوجد الثناء على الصائمين والأمر بستر الصوم ومحاولة عدم إظهار الصوم، وذلك بدهن الرأس وعدم إظهار آثار الصوم ليكون ذلك أبعد عن الرياء. وهذا يدل على أن فرضية الصيام ثابتة في التكاليف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام، لأن أمة عيسى عليه السلام متعبدة باتباع التوراة في غير ما نسخت الإنجيل فيه التوراة، فهم مطالبون بالعمل بالعهدين: العهد القديم الذي هو التوراة، والعهد الجديد الذي هو الإنجيل. والتشبيه في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، اختلف فيه هل هو في أصل الوجوب أو في الوجوب والزمان والقدر. فبعض العلماء يقول إن التشبيه إنما هو في أصل الوجوب فقط، وأما الزمان والقدر فهما غير داخلين في هذا التشبيه. ومنهم من يقول الزمان أيضا والقدر داخلان في التشبيه. وقد ذكروا بعض الروايات أن النصارى فرض عليهم صوم رمضان ثم نقلوه إلى أيام الربيع عندما صادف رمضان الحر، واستقروا على أن يصوموا منذ الثامن من الشهر الثاني الشمسي فما بعد إلى أوائل فصل الربيع لأجل لطف الجو في ذلك الوقت. وعوضوا عن هذا النقل صيام 10 أيام، زادوها على صيام 30 يوما التي هي أيام الفرض. ثم مر بعد ذلك أحد ملوكهم فنذروا إن شفاه الله أن يصوموا 7 أيام، ثم زاد ملك آخر بعد ذلك
7 أيام أخرى فكانت 50 يوما. ومنهم من يقول بأنهم زادوا 10 أيام لأجل نذر نذروه إن عوفي أحد ملوكهم، فكانت 40 يوما. فأكل أحد ملوكهم الآخرين لحما فأوجع فاه، فنذروا صيام 7 أيام أخرى، ثم زادوا 3 أيام، ثم شق ذلك عليهم فنقلوا هذا الصوم من رمضان إلى وقت مستقر في فصول العام وهو فصل الربيع. وبعض العلماء يرى أن الفرض كان ليس في رمضان بالنسبة إلى تلك الأمم، فقد كانوا متعبدين بصيام شهر بصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسند الإمام الربيع بن حبيب والصحيحين أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في جاهليتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صوم يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وذكر جماعة من المفسرين الذين يتتبعون ما عند أهل الكتاب بأن صيام أهل الكتاب غير منتظم، بحيث ليس موحدا في وقت واحد، بل يصومون أياما معينة من شهور مختلفة، كما يصومون يوما قبيل عيد الفصح، هذا بالنسبة إلى النصارى، وشرعوا أيضا صياما عن أشياء معينة، فهم يصومون عن اللبن والبيض واللحم والسمك بجانب استباحة أكل بقية المأكولات الأخرى. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشبه في نوعية الصيام، فأهل الكتاب كانوا يفطرون عند المغرب، ثم بعد ذلك لا يباح لهم الأكل ولا الشرب ولا مباشرة النساء. إذا نام أحدهم إلى وقت فطره من اليوم الثاني، وقد كان ذلك في صدر الإسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا هذه الآية تفيد أن الصوم المطلوب من هذه الأمة كالصوم المطلوب من الأمم السابقة. وعلى أي حال، فإن المستقرئين لأحوال الأمم ودياناتها رأوا أن الصوم مشروع في تلك الديانات المختلفة حتى الوثنية، فقدام المصريين الوثنيين كانوا يصومون، وانتقل هذا الصوم منهم إلى اليونان، فكانوا يفرضون خصوصا على النساء، وكذلك كان الرومانيون،
يصومون. والصوم في الديانات الهندية لا يزال موجودا إلى الآن. والصوم الذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عند قريش في الجاهلية لا يبعد أن يكون من مواريث الديانة الإبراهيمية الحنيفية، وكان ذلك مما تبقى أنهم لم يبدلوا. والله سبحانه وتعالى يبين لنا الحكمة من هذا الصوم فيقول: لعلكم تتقون. وقد سبق غير مرة أن لعل في مثل هذا الموضع هي ليست للترجي على الصحيح، وإنما هي للتعليل، فهي بمعنى كي، أي لتتقوا. والعبادات المختلفة كلها تثمر التقوى في نفس الإنسان، بحيث تؤثر على سلوك الفرد وتؤثر على سلوك المجتمع. والصوم له هذا الأثر الكبير. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في مطلق العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقون. فالتقوى هي الغاية من جميع العبادات. وقد تحدث العلماء كثيرا عن تأثير الصوم على نفس الإنسان حتى يكون سببا للتقوى. ومما قالوا أن الصوم يعدل القوى الشهوانية والقوى الغضبية في الإنسان بتضييق مجاري الشيطان، ذلك لأن كثرة الغذاء المادي في جسم الإنسان يؤدي بهذه القوى إلى الطغيان. فإذا أضعفت هذه القوى بالتقليل من هذا الغذاء وتنظيم هذا الغذاء كما في الصيام، كان ذلك سببا لضعف هذه الشهوات وقوة الجانب الروحي في الإنسان. ولذلك كان أصحاب الرياضات حراصا على الصوم، أي أصحاب الرياضات النفسية والروحية كانوا حراصا على الصوم في أعمالهم هذه. والحكماء الإشراقيون يحرصون على الصوم، وإن كان صومهم يختلف عن صوم أصحاب الديانات لأجل تلقي النفس للوامع الأنوار الإلهية، أو لأجل تأهيل النفوس لاستقبال الإمدادات الربانية، لأن شعور الإنسان يرق بهذا الصوم، بخلاف ما إذا كان الإنسان تمتلئ معدته بالطعام. وذكر بعض المفسرين أن المراد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا، فتحرصوا على أن يكون الصوم في ميقاته المحدد لا في وقت آخر كما فعل من قبلكم. ومنهم من قال بأن المراد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تضعفون، لأن الصوم يضعف
القوى الشهوية، فإذا ضعفت كان ذلك سبباً لتقوي جانب الروح فيتقوى جانب التقوى على الجانب المعاكس له. ولا ريب أن للصيام تأثيراً على النفس الإنسانية، وتقوي لجانب الإرادة على جانب الشهوة. فإن الصوم كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بكون الصوم وجاء أنه يضعف هذه الشهوة، وذهب آخرون إلى أنه ليس المراد به ضعف قوة الشهوة فحسب، بل المراد به أن الصوم يجعل النفس مشرقة فتشتغل بالجانب الروحاني وتنسى الجانب المادي، ولذلك يكون الإنسان في حالة صومه مشغولا عن شهوات الحياة الدنيا. ومع هذا كله فإنني أرى أن مراد الآية الكريمة أعم مما ذكروه، نظرا إلى الصوم الشرعي المطلوب. فإن الصوم الشرعي ليس هو مجرد الكف عن الأكل والشرب والجماع فحسب، بل الصوم الشرعي أوسع مدلولا من ذلك، ومتطلبات الصيام أكثر من الكف عن هذه الأشياء. فإن الصيام الشرعي المطلوب هو ضبط النفس وقيد الجوارح عن كل ما يستقبح من الأقوال والأفعال، فالمحجورات كلها تنافي الصيام. والدليل على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الكلام لا يخرج إلا مخرج التهديد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني عن أي أحد، ولكن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا مخرج التهديد والوعيد، كما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالكلام خارج مخرج التهديد والوعيد، فالذي لا يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. وجاء في حديث ذكره أبو غانم في منونته من رواية أنس مرفوعا ولم أجده مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس
ينقضن الوضوء ويفطرن الصائم ويهدمن الأعمال هدما. الغيبة والنميمة والكذب واليمين الغموس والنظر بشهوة. فالذي يطلق للسانه العنان لتلغ في أعراض الناس ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. والذي يطلق لنظره العنان لتنظر محارم الله ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. وكذلك الذي يصيخ بسمعه إلى محارم الله، والذي يتناول بيده ما حرم الله، والذي يسعى بقدميه إلى ما حرم الله، والذي يأتي بأي فعل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. وعلى هذا فالصائم مطالب بأن يكف عن الأكل والشرب والجماع والمحظورات كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يراعي الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه وما يذر. وبهذا يتحقق المقصود من الصيام وهو التقوى. فتحصل التقوى بذلك، لأن الصوم مدرسة، مدرسة عملية ومدرسة خلقية. فالصائم يعتاد في هذا الصوم على الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة، ويعتاد على الأخلاق الفاضلة وتجنب الأخلاق المذمومة. فإذا اعتاد العبد ذلك في شهر من شهور العام هان عليه تجنب هذه المحظورات في سائر العام، فيتحقق الغرض بذلك وهو تقوى الله، فيكون في عداد المتقين، لأنه عود نفسه على ضبطها ومنعها من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل الصائم مطالب بأن لا يقابل الإساءة بمثلها. وهذه ذروة الأخلاق ومنتهى الفضيلة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد سابه أو قاتله، في رواية فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا تعرض الصائم لشيء من الإيذاء من الغير كسب ومقاتلة ومعارضة وظلم وتحدي، فليس له أن يقابل ذلك بالمثل، وأن يقتص ممن صنع به ذلك، ولكن عليه أن يقول إني صائم. بقوله إني صائم يذكر نفسه بأنه في عبادة مقدسة تنافي ما يريد أن يأتي به من التشفي والانتقام من الغير، سواء كان قولا أو فعلا. ويذكر الغير أيضا الذي صدر ما صدر منه من الإيذاء والسب بأنه إن كان مسلما لا بد من أن يكون أيضا متلبسا بهذه العبادة ولو شكليا، وجوهر هذه العبادة ينافي ما صدر منه من الإيذاء والشتم والظلم. فعليه إن كان مسلما حقا وحريصا على صومه أن يكف عما صدر منه من هذه الأشياء. هذه تقوية لجانب الإرادة، جانب الإرادة على جانب الهوى
فإن كل نفس تهوى أن تتشفى وتنتقم ممن آذاها وظلمها. ولكن إذا عود العبد ذلك إذا عود العبد نفسه ذلك في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان المبارك في كل عام، هان عليه ذلك في سائر العام فيكون في عداد المتقين. ومع هذا أيضا فإن في الصوم تقوية لجانب الإرادة على جانب الشهوة من ناحية أخرى، فإن الصائم ليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الصوم من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الجنة، حديث قدسي. أعمال ابن آدم كلها له إلا الصيام فإنه لله تعالى، ذلك لأنه لا يطلع على حقيقة الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هذا الصائم في مكان لا يراه فيه أحد، وهو جائع ضامئ وبين يديه الفاكهة اليانعة أو الطعام الشهي أو الماء البارد، ولكن لا يمد يده إلى شيء من ذلك لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في صومه ويخشى الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه على ما يطلع منه من مخالفته لأمره، فيحرص على أن يصبر على ظمئه وأن يصبر على جوعه وأن يستمر على عبادته. وقد تكون بين يديه امرأته وكلاهما في بيعه الشباب وهي في ابهى زينتها واحسن مظهرها، ومع ذلك ايضا يكف نفسه عنها خشيه ان يقع في غضب الله سبحانه وتعالى. هذه تربيه للاراده. ومع هذا وذاك فإن الصوم أيضا يذكر الأغنياء بحاجات الفقراء والمساكين، فهذا الذي اعتاد أن يأكل أطعمة أن يأكل لذائذ الطعام وأن يشرب البارد من الشراب وأن يتنعم بمختلف النعم، إذا صام هذا الشهر الكريم يتذكر حالات الذين تعوزهم اللقمة التي يسدون بها لصغبتهم من الفقراء والبؤساء والمساكين، فيرقق ذلك شعوره وإحساسه، فيعطف قلبه على هؤلاء الفقراء والمساكين. فكان الصوم من هذه الناحية أيضا داعيا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ومثمرا للتقوى. هذه فوائد روحية للصائم، وبجانب هذه الفوائد الروحية هنالك أيضا فوائد اجتماعية وفوائد جسمانية يكسبها الصائم من صومه. ولكن كما هو معلوم أن الغاية من العبادات هي الجانب الروحي، فعلينا إذا عللنا العبادات ألا نعللها بالناحية الجسمانية، فلا نعلل الصلاة مثلا بأنها رياضة بدنية
لو كانت الصلاة مجرد رياضة بدنية لما كانت تختلف عن اللعب بالكرة. ولا نعلل الصوم أيضا بهذه الناحية الجسمانية فقط، بل ننظر الغاية التي نص الله تعالى عليها وهي التقوى، لعلكم تتقون. الفائدة الجسمانية هي الصحة، فإن الجسد تترسب فيه رواسب من فضلات الطعام، تبقى هذه الرواسب في هذا الجسد لا يقضي عليها إلا الصيام، وقد اعترف بذلك أطباء الإفرنج الذين لا يؤمنون بدين الإسلام. ويشير إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. فالصوم سبب للصحة، كما أن إضمار الخيل سبب لتقويتها أيضا. فالصوم يفرز هذه، يقضي على هذه الفضلات أو على هذه الترسبات فلا تبقى في الجسم. والفائدة الاجتماعية هي النظام، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده من خلال هذه الفريضة. فريضة الصيام أن يبتدئوا الكف عن الطعام والشراب في وقت معين، إذا ابتدأ الفجر، إذا طلع الفجر فلا يباح لأحد أن يقدم على أكل أو شرب، ويستمر الكل على ذلك، الملوك والسوقة والأغنياء والفقراء والرجال والنساء على نفس هذا النظام إلى غروب الشمس، فيتناولون الطعام والشراب في وقت واحد من غير أن يتقدم أحد على آخر. فائدة اجتماعية، تعويد على النظام. ولا يبعد أن يدخل ذلك أيضا في ضمن التقوى، فإن النظام مطلوب. وكلمة التقوى مدلولها عام كما سبق، مدلول واسع، فيدخل في إطار التقوى كل محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. ويخرج عن هذا الإطار كل ما نافى ذلك من المدام القولية أو الفعلية أو الخلقية، فكل محمود داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، وكل مذموم خارج عن تقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان قولا أو فعلا أو خلقا. فالصوم يغرس في نفس العبد روح التقوى إذا أدى هذا الصيام على هذا النحو المطلوب. أما الذي يقضي سحابة نهاره وهو يدعي أنه صائم في ذم فلان وفلان، لا يتوقف لسانه عن لمز هذا وطعن ذاك، فإن صيامه لا يورث التقوى بحال من الأحوال. وكذلك الذي لا يتوقف عن محارم الله سبحانه وتعالى التي حذر منها وهو في حالة صومه، فإن صومه ذلك ليس من التقوى في شيء، وليس له نصيب من صيامه إلا جوعه وظمأه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وضح لي عن معنى فإن قاتله في الحديث. كلمة قاتل، فإن أحد قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم، كلمة قاتل لا تعني أنه هو مجرد القتل، نفس القتل لا، ولكن مقصود بذلك آذاه. فإن آذاه إيذاء فعليا فإن
هذا الإيذاء لا يقابله بمثله. أما المقاتلة التي تؤدي إلى القتل فعلى هذا الذي يتعرض لذلك أن يكف بأس الغير عن نفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير، وأن يهل علينا الشهر الكريم بالخيرات والمسرات، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.